من حضرموت إلى أبين، وفي واقعة غامضة تعرضت من خلالها سبع طالبات يدرسن في المرحلة الابتدائية بمجمع بلقيس للبنات في مدينة زنجبار بمحافظة أبين، تعرضت إلى اختناق وإغماء وتم نقلهن إلى المستشفى. مديرية مجمع بلقيس للبنات بعد الحادثة مباشرة قامت بإخلاء المدرسة من الطالبات، وتم إسعاف الطالبات إلى مستشفى زنجبار لتلقي العلاج، وحينها لم يكشف السبب بعد. بعض الأهالي تقع مساكنهم بالجوار المجمع الدراسي أكدوا وجود رائحة كريهة نفاذة منبعثة من جوار المدرسة، طالبوا بتحرك السلطات المحلية لمعرفة مصدر تلك الرائحة. السلطات المحلية والصحية بعد التحري كشفت في بيان لها عن طبيعة وأسباب الاختناق التي أصابت الطالبات. جاء في بيان السلطة المحلية: بعد التحريات والتحقيقات الجارية تبين أن السبب الرئيسي لإصابة الطالبات هو طلاء خشبي يستخدم للقضاء على دودة الأرض وترش على خشب أسقف المنازل يسمى كريوسوت بريطاني الصنع، تم استعماله في رش أسقف أحد المنازل القريبة مقابلا للفصل الدراسي في يوم كانت فيه سرعة الرياح عالية وكان مطابقا لتاريخ الحادثة. لفت إلى أن الطلاء الخشبي محظور الاستخدام عالميا، يستخدم في طلاء الأخشاب لمكافحة دودة الأرض للحد من تأكل خشب الأسقف، ومسبب لأمراض عديدة منها سرطان الجلد وأمراض الجهاز التنفسي وتهيج العين، وهو ما حدث بالفعل. ووضح البيان أن إدارة البحث الجنائي قامت باحتجاز صاحب المنزل، وكذلك قامت بالقبض على مالك المحل واتخذ بحقهم الإجراءات وفقا للقانون. من التفاعلات خالد عباد، والذي كتب: وردني اتصال من بعض أهالي طالبات مجمع بلقيس ولا يزال الوضع في الأسوأ، حيث تم نقل الطالبة مريم عوض ماطر إلى أحد مستشفيات العاصمة عدن، وهناك طالبات أخريات أيضا تم نقلهم إلى مستشفى زنجبار بسبب تعرضهم للاختناق، ولا تزال الرائحة ورائحة الغاز تنبعث. نسأل الله السلامة للجميع. أديب الزهري أيضا يقول: تم القبض على من تسبب في حادثة اختناق طالبات مجمع بلقيس أبين بعد عملية تحري واسعة وتحقيقات مكثفة. أما سامح جواز فيقول: أمن أبين يعلن بأن سبب حدوث اختناق وإغماء في أوساط طالبات مدرسة بلقيس بزنجبار يعود إلى طلاء خشبي محظور الاستخدام عالميا يسمى بكريوسوت، ويرفق لنا سامح هنا بعض الصور التي توضح هذا الخلاف.